جد الترحاب بمتابعي وشاهدي قناة وموقع القنيطرة 36 في حلقة جديدة من برنامج الحصيلة الرياضية. حلقة اليوم نسلط فيها الضوء على مباراة النادي الرياضي القنيطري واتحاد سيدي قاسم اللي انتهت قبل قليل بتفوق كاك بهدفين مقابل هدف واحد. دائما في التحليل يرافقني الزميل الصحفي براديو ام اف ام سيد عمر شباخ. مرحبا بك سي عمر. مرحبا سي محمد البحري، مرحبا سي حميد ابو سالم مخرج حلقات، مرحبا بالمتتبعات متتبعي الحصيلة الرياضية قناة كينيترا 36. سي عمر، يعني في مباراة اليوم يعني شدت الانفاس، النادي الرياضي القنيطري قدم جولة اقل من متوسط، وفي الربع ساعة الأخيرة من الجولة الثانية تمكن من تسجيل هدفين اللي منحوا التفوق للكاك أمام اتحاد سيدي قاسم. تقييمك لهذه المباراة سي عمر؟ هو سمع من كثر بحال هذه المقابلات، أولا اللي كيتميزوا بالطابع ديال الديربي، لأن يعني ديربي الغرب بين اتحاد القاسمي والنادي القنيطري دائما كتكون فرصة للندية، وكيكون صراع قوي بين جوج الأندية سواء ملي كانوا في القسم الوطني الأول أو القسم الوطني الثاني. فريق اتحاد سيدي قاسم بطبيعة الحال كان كيقلب ولو يدي غير نقطة من مدينة القنيطرة باش يتأمل شوية على المركز ديالو ما يخليش يهود الهوات. بالمقابل نادي القنيطري كان خصو ينتصر، لأن ما هنا وصل الكاك لواحد المرحلة ما نبقاوش نقلبوا على الأسلوب واش اللاعبين مزيان ولا ما لعبيش مزيان. دابا اللي كيهم فهذا قرب من وصول خط الوصول هما ثلاثة ديال النقاط، ما تلعبش وجيب لي ثلاثة النقاط، هذا هو المهم وهذا هو المطلب ديال الجماهير. لأن الجمهور راه كنسمعوا كينادي بغينا بريمير سيري، بغينا بريمير سيري، راه بريمير سيري راه ما كيجيش انت تعادلتي ولعبتي مزيان، راه كيجي خصك دي ثلاثه النقطات، ثلاثه ديال النقاط كامله ديال المقابله. والحمد لله كما ذكرتي فعشنا جوله اولى باهته، كانوا ثلاثه المحاولات ديال الكاك والمحاوله ديال سيدي قاسم. سيدي قاسم بانت النوايا ديالهم من الاول انهم كانوا كيبغيو يضيعوا الوقت، كانوا ملي كيشوفوا الريتم طلع كيبقاو يطيحوا باش يكسروا ذاك الريتم ديال والايقاع ديال فريق النادي القنيطري. ربما هادشي اللي انتبه ليه المدرب ديال الكاكو، ربما عطى التعليمات ديالو في الجوله الثانيه انهم ما يطيحوش في الفخ ديال اللي غاديين به اللاعبين ديال اتحاد سيدي قاسم. ولكن انتظرنا طويلا، يعني متى بقات ربع ساعه جاب الله الفرج من ديك الكره اثر اختلاط امام المرمى ديال الياس ابراهيم الحارس سيدي قاسم، وتمكن الفريق باش يسجل الهدف الاول. وبالطبع ملي كيتسجل الهدف الاول الاتحاد القاسمي غادي يقلب على التعادل، فملي خرجوا عاوتاني تلقاو الهدف الثاني، خاصه ملي كنا كنسمعوا الانديه الاخرى الماس او بني ملال او تشيره كيسجلوا وحنا باقا ما النادي ما سجلش، فكانت واحد الحسره واحد التقليقه غير كانت كتبان غير في الوجوه ديال المشجعين. ولكن ملي تسجلنا الهدف الاول وتسجل الهدف الثاني الحمد لله على كل حال، والنتيجه كتجي في الوقت ديالها. رغم ان الدوره اللي يمكن بغينا نطلقوا على شيء اسم، انا نطلقوا دوره ما زادت ما حيدت ما عطات، يعني دوره خلات المراكز كما كانت. الان مشاهدينا الافاضل نخليكم تتبعوا اهداف النادي الرياضي القنيطري. عمر اكيد يعني هاد الدوره هادي كما قلتي وسميتها بشعار ان دوره غير ملعوبه، ابقت الوقت كما هو عليه، الدوره ما قبل الاخيره من بطوله دوري الدلال ستكون مشتعله جدا، خاصه فريقنا النادي الرياضي القنيطري ليكون في رحله شاقه الى مدينه بنقليب لمواجهه فريقها الشباب. توقعاتك لهاد المباراه والمباريات اللي تهمه الكاك؟
فمع الاسف فريق نادي قنيطره يواجه فريق ديال بن قرير. فريق بن قرير كنعرفو حتى هو من الانديه المهدده، وخسر اليوم المقابله ديالو امام جمعيه السالة. اذا المقابله امام نادي قنيطره غتكون مقابله حارقه، وغتكون صعيب فريق النادي القنيطري انه يحقق شي فوز في بن قرير. بطبيعة الحال هذا ما نتمناه، ولكن في ظل الوضعية الحالية ديال بن قرير الدورة المقبلة غتكون صعيبة صعيبة للنادي القنيطري بالقياس مع المنافسين ديالو، لان لا عرفنا ان بني ملال غادي يستقبلوا شباب اطلس قنيفرة، حتى هو ربما نقولوا ديربي، ولكن في ظل المستوى اللي ولا يظهر عليه الرجاء بني ملال فاكيد ما يخليش الفرصه تدوز. الاصطدام القوي اللي كاين في الدوره المقبله هو بين اولمبيك تشيرا والمغرب فاس، هذا اللي غادي يقدر يعطي ربما كنقول هنا رجاء بني ملال اللي يقدر يخطو شي خطوه قويه نحو القسم الوطني الاول، لان الا انتصر في ظل تعثر المغرب الفاسي او شي نتيجه مخيبه للامل ديال النادي القنيطري، فرجاء بني ملال اكيد غيكون وضع الرجل ونص ديالو في القسم الوطني الاول في انتظار المقابله الاخرى اللي تكون عنده مع جمعيه سالة بسالة. اذا احنا من هنايا كنتمناو حظ سعيد واوفر للفريق النادي القنيطري، كنتمناو انه ياخذ هذه المقابله بجديه، لان هذه هي المقابله اللي غتحدد الملامح، هو اما غنطلعوا ولا اما غنبقاو في المكان ديالنا. استاذ عمر، يعني الكاك فاز بثلاث نقاط، ولكن بالمقابل يعني المنح غادي يرتفع، وصلنا دابا المنحه 12 للاعبي النادي القنيطري، مازال يعني في ذمه المكتب المسير ديال الكاك، علما ان بان اللاعبين يعني الاربعاء الماضي كانوا غادي يعني كانوا غادي يديروا اضراب، كانوا يقطعوا التدريب لولا تدخل محمد شيبول اللي استعان بمجموعه من الاصدقاء ديالو وجمعوا منحتين مباراه عطاهم العام. يعني الامكانيات الماديه هل ستؤثر على الكاك في هذه الدورتين المقبله؟ وانا كتبقى عقليه ديال اللاعبين، الا كانوا اللاعبين باغيين يضحيوا على هذا الفريق هما دابا وصلوا خط الوصول، هو المنح ديالهم غياخذوها ياخذوها سواء دابا او لا من بعد، لان كاين واحد القسم اللي كيسميه قسم النزاعات، يعني اي حاجه انت عندك عقد ولا العقد شريط المتعاقدين فعندك عقد كتستافد من واحد المبلغ محددينه لك مسبقا بالقانون الاساسي كذلك ديال الانديه كيحدد المنح داخل الملعب او خارج الملعب. اذا انا كنظن المسيرين ما غاديش بالمفهوم العام ياكلوا اللاعبين، الا كيسالوا 8 ديال المنح او اكثر فاكيد غادي ياخذوها، غير الا كانوا كيتفهموا الوضعيه الحاليه. استاذ عمر اسمعني نقاطعك، سابقا من نوع هذا بعد دورتين في الكاك اللعابه تيسالوا 13 منحه. وهذا اللي احنا الجميع كيعيش عارفين الوضعيه الماديه اللي كيعيش عليها النادي القنيطري. كاين مشاكل ماديه كبرى وهذا تراكمات، فهمتي؟ ولكن دابا احنا في الوضعيه الحاليه وسمعنا العامل كيتدخل غادي يجمع النادي القنيطري، سمعنا دابا كما قلتي سي شي محمد شيبو مشكور دخل باش جابوا هذا الشيبو، اذا غيكون تسلف من عند شي ناس، وهاد الناس تكتبت لهم فلوسهم واش غادي نبقاو ديما حنا نتسلفوا باش نعتقوا هذا الفريق. انا هنا كتحدد المسؤوليه ديال اللاعبين، الا كان اللاعب غيصبر معاك فمرحبا، لما كان اللاعب كما قلت هو لاعب واحد جوج ندير الاضراب هذا راه كيضر اولا بالسمعه ديال المدينه، السمعه ديال الفريق، وبالسمعه ديال اللاعب، لان حتى اللاعب راه ما يبغيش تسمع عليه غدا انه في واحد الفريق ديالو في واحد الوضعيه اللي يقدر يطلع وجهه الاخر ويهرسو. اذا نتمنى ان هاد اللاعبين ضحاو كما قلتي 13 يزيدوا يضحيوا 13 و14 و15 و16، ولكن الاهم وانا راه سيرت سابقا ان اللاعب راه كياخذ الحقوق ديالو كاملة طو وطار، إذا شوية ديال الصبر، ضحيوا مع هاد الفريق ديالنا، وإن شاء الله ملي نوصلوا لنهاية شهر ماي راه كنظن أن كل شيء غادي يكون واخد الرزق ديالو.
نتمنى تحفيز اللاعبين قبل نزال بن قريل حتى يواصل الفريق الأخضر مشوار أمل الصعود مجددا إلى القسم الوطني الثاني. ما بقى لي مشاهدينا الأفاضل إلا نودعكم ونودعك زميل عمر شبان. فربما نرجعك اللي قلت لك بعد المقابلة الخميسة اللي سولتيني على شكون اللي كتعطيه الحضور، فقلت لك المغرب الفاسي إمكانيات بشرية ومادية، رجاء بني ملال إمكانيات بشرية شوية مادية، النادي القنيطري إمكانيات بشرية، ونتمكن أن هذه الإمكانيات البشرية تتغلب على المادية ويحقق النادي القنيطري المبتغى ديال هذا الجمهور اللي شناه دائما مسانده في السراء والضراء وهو المحتضن الأساسي والرسمي ديالو. إذا كذلك سي محمد بقى لي تانا إلا أن أودع المشاهدين وتمنى حظ اوفر للنادي القنيطري في المباراتين المتبقيتين ان شاء الله. لا عمارتي سمس ديالك اليوم مقابلة ديال اليوم. انا ما نكذبش عليك، واحد الفرحه لا توصف اليوم، ما نكذبش عليك، القلب ديالي فرح من الداخل، هذه الفرحه بغيتها لكاك دائما ان شاء الله، بغيتها على خويا الزيغي وديما كاك وديما حلاله بويز ان شاء الله وديما قدره بيضاء.